الوداع وسمعتكم حكايات قبل الصعيد يا جدع يا جدع يا جدع جوا التاريخ على افتتاح مدينة الثقافة والفنون هنبقى عايزين نقدم الفن المصري وكل الفنون ده. اجهز انت وناسك، بس افكار كمان، احنا محتاجين ده عشان اولا نحيي فنوننا وتراثنا، وطبعا هيبقى فرصة قوي ان احنا الناس في مصر تشوفكم. الله يخلي حالك، فشد حيلكم. شكرا شكرا. It's time to win.